حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الفقرة الحوارية من برنامج في المنتصف. قام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس بزيارة مفاجئة إلى العراق في إطار جولته في الشرق الأوسط الهادفة إلى طمأنة حلفاء واشنطن. فأين الزيارة التالية؟ وماذا فعل في العراق؟ وما هو المخطط الأمريكي للشرق الأوسط؟ بعد هذا التقرير. أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي بأن بلاده ستسحب قواتها من سوريا بشكل تدريجي ومنظم بالتنسيق مع بغداد. وجاء ذلك خلال لقاء في بغداد التي وصلها بومبيو أمس في زيارة غير معلنة استمرت عدة ساعات. وقالت الحكومة العراقية في بيان لها أن عبد المهدي بحث مع بومبيو قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا. ونقل البيان عن بومبيو قوله إن بلاده عازمة على تنفيذ هذا القرار بشكل تدريجي ومنظم وبالتعاون والتنسيق مع العراق ومن دون الحديث عن جدول زمني. بدوره أشار عبد المهدي إلى أهمية العلاقات العراقية الأمريكية خصوصا في مجال الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي إلى جانب التعاون في مجال الطاقة والاقتصاد. وتأتي زيارة بومبيو للعراق ضمن جولة إقليمية لطمأنة حلفاء واشنطن بشأن قرار اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي بسحب حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، تابعنا معكم هذا التقرير. رحبوا بضيفي هنا في الاستديو المحلل السياسي العراقي حسين السبعاوي. حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الفقرة الحوارية. نناقش زيارة بومبيو. في البداية، كيف تابعتم بداية جولته إلى الشرق الأوسط من الأردن مرورا بثماني دول يجول كل يوم واحدة؟ يعني أولا أنه نحن لا نحلل الأمور على ما يصرح به الأمريكا. صرح به الأمريكان أنه هناك تشكيل تحالف لمواجهة التهديدات الإيرانية ومواجهة التنظيم الإرهابي داعش. هذا لا يمكن أن يقبل به عاقل اليوم، لأنه الزيارة لهذه الدول الثمانية بعد انسحاب الأمريكي من سوريا واضح جدا أن هناك لملء هذا الفراغ الذي تسوله أمريكا في سوريا. إلى الآن لم ينسحب الأمريكي من سوريا. نعم، إلى الآن لم ينسحب، ولكن هناك احتمالية أنه لن ينسحب. وارد، لكن هل يعقل أنه ترامب يأتي إلى العراق لكي يتعاون معه العراق في مواجهة إيران وهو يدرك أنه الحكومة العراقية لها تحالف استراتيجي مع إيران وإيران تصرح بذلك والحكومة العراقية تصرح بذلك؟ هل يعقل هذا الكلام؟ لا يمكن. هل يعقل أنه تنظيم داعش، أنه كل هذه الدول جاءت وبينما نحن في العراق ممكن أن تكون مهمة الحكومة العراقية التابعة لإيران انتهت؟ لا يا سيدي، هذا الكلام غير ممكن. الحكومة العراقية من 2003 إلى الآن كانت بالتوافق الأمريكي الإيراني. ما إذا سلمت الملف الأمريكي، الملف من قبل الأمريكي لإيران، تستطيع الولايات المتحدة أن تأخذ ما تريد وتفعل ما تريد وتغير من تشاء في الوقت الذي تشاء. ولو نعم موجودة الولايات المتحدة في أمريكا، خرجت من الباب وعادت من الشباك، لا بأس. هذا واضح جدا من خلال المعاهدة الأمنية اللي وقعها نور المالك، ولا يوجد مشكلة بين الأمريكان وإيران على الأرض. وداعش أعلن العراق انتصاره عليها قبل عامين. ما هذا التحالف الذي يتكلم عنه بومبيو؟ هذا الأمر غير ممكن. إذا كان موجود، من الدول التي ستشارك فيه؟ مع من هو العدو؟ مع إيران. يا سيدي، إيران يريد يستهدف إيران، لا يمكن أن يأتي إلى سوريا ليستهدف إيران في حين الدول التي يذهب إليها هي مجاورة لإيران. هذا نفوذ غير منطقي. نفوذ في المنطقة هو المستهدف الأول. النفوذ في المنطقة الذي وافق على هذا النفوذ هو الأمريكان وهذا النظام العربي البائس. هؤلاء هم الذين جاءوا بإيران إلى المنطقة العربية. ولكن كيف ذلك؟ نجد أن المشروع الإيراني ممتد، ليس وليد اللحظة. لا يمكن امتداد المشروع الإيراني بدون موافقة النظام العربي وبدون موافقة الأمريكان أبدا، لا يمكن. اليوم الإمارات لها تجارة مليارية مع إيران، وتأتي لتحرر سوريا من نفوذ الإيراني والتركي وهي لا تستطيع أن تحرر جزرها، والعراق الذي لديه علاقة استراتيجية يمتد 1300 كيلومتر مع إيران يأتي إلى سوريا أو سيقوم بالتحالف مع أمريكان ضد إيران. هذا الأمر غير ممكن. وإيران ما كانت لتكون في العراق، وهذا ما صرح به المسؤولين الإيرانيين، لولا التوافق الأمريكي الإيراني. نحن علينا أن ندرك أنه لا نبني تصريحاتنا ولا نبني أماننا على ما يصرح به الأمريكان. يقولون شيء ويصرحون شيئا آخر، ولا يمكن أن
يعلنوا عما يريدون يفعلون شيء آخر أبدا، يقولون شيء يفعلون شيء آخر. المستهدف في هذه المنطقة أولا المنطقة عموما، تمزيق المنطقة في صراعات داخلية عبثية، وقد يجوز أيضا تركيا. ما الفائدة هنا؟ ما الفائدة التي تعود على الولايات المتحدة إن مزقت المنطقة؟ إعادة ترتيب المنطقة من جديد وصناعة السلاح وتصديره وإشاعة الفوضى. مشروع الفوضى الخلاقة مشروع من؟ لماذا يزور بومبيو العراق؟ يزور بومبيو العراق لأن العراق دولة غنية ودولة محورية يستطيع أن يستفاد منها. وللعلم أيضا نظام ترامب وإن كان من الحزب الجمهوري هو ليس نظام حرب، ليس رجالات حرب. ترامب ليس رجل حرب، ترامب رجل ابتزاز ورجل فوضوي، ابتزاز مالي وفوضوي، هذا الممكن أن يقول. أما ترامب ليس رجل حرب، علينا أن ندرك هذا. وهذا خسارة الحزب الجمهوري في وجود ترامب على رأس السلطة، صدمة كانت الولايات المتحدة. ترامب عاجز أن يحل مشاكل الداخلية في الولايات المتحدة، ترامب ليس رجل حرب ولكن رجل فوضى. المنطقة تقبل على فوضى في هذه التحالفات التي تديرها من خلال الأنظمة الوظيفية اللي قائمة على الشعب. ولكن نجد أن الابتزاز ممنهج وليس فوضوي، رجل في هذه المسألة يعني منظم ومتقن، يستطيع أن يبتز بطريقة ممنهجة. لا صرح بيلم. نعم في مؤسسات أمريكية ولكن جميعها متقاطعة مع سياسة ترامب. يعني تصور هذا الانسحاب الأمريكي، أول من استقال وزير الدفاع وأول من اعترض عليه أوروبا حلفاء ومن اعترض عليه أيضا حلفاء العرب وحلفاء الأكراد. طيب إذا ترامب إذا الرجل حسبها من ناحية مادية، أي نعم من ناحية مادية وقال إنه ليش أكلف 2000 جندي 2500 جندي في سوريا ويبقوا في سوريا، خلينا نسحبهم، تكلفة غالية. شوف الحروب لها قوانين ولها استراتيجياتها، والمال له أيضا له قوانين ولها استراتيجياته. ترامب رجل مال صحيح لا ينكر هذا، وهناك من يدفع، ولكن على المستوى العالمي عالميا أنه أن سياسة الولايات المتحدة في تراجع، في تراجع في إدارة الملف الدولي عموما. الأمريكان نعم قوة قوية يعني جبارة ولديهم يعني جلادة في القوة، ولكن ليست لديهم حكمة. وأقرب الشركاء عليه هي هم أوروبا تعاني من مشكلة ترامب في إدارة. إذن من حسن حظ العرب هنا، من حسن حظ العرب أن يكون ترامب العرب ليس لديهم نظاما منتخبا يمثل شعبهم حتى يكون من حسن حظهم. لو كانت هناك أنظمة منتخبة وشرعية، نعم هذا من حسن حظنا أنه نحتوي مثل هذه الشخصية وتستخدم لمصالح مشتركة. اليوم لا توجد مصالح مشتركة ما بين الولايات المتحدة وما بين الأنظمة العربية. أن ترامب في كل يوم يهين النظام العربي رغم دفعه للأموال، بينما الآخرين لا يقفلوا بالند. إذا ذكرت بومبيو تذكر إيران، وإذا ذكرت إيران تذكر اليوم بومبيو. في هذه الجولة في العراق الحكومة ما مصيرها، وهل سيكون هناك تداعيات بعد هذه الزيارة على مصير الحكومة، حكومة عادل عبد المهدي؟ يعني أعتقد حكومة عادل عبد المهدي في وضع لا تحسد عليه وفي وضع صعب جدا، وإترام ممكن أن يحملها ما لا تطيق. هي لا تستطيع أن تكون في مواجهة إيران ولا تستطيع أن تعمل ضد سياسة إيران ومصالح إيران، لأن نفوذ إيران في العراق يزيح الحكومة. نفوذ العراق الإيراني في العراق يستطيع أن يزيح أي حكومة كانت. ولهذا سبب السيد عادل عبد المهدي في وضع لا يحسد عليه هو حكومته الآن. إن كان فعلا طلب بومبيو دعم العراق في أمريكا في واجهة إيران، لو كان هكذا والتخلص من النفوذ الإيراني وسيساعدهم على أنه ذلك. غالبية الشعب العراقي هم يريدون التخلص من النفوذ الإيراني وليس رغبة في النفوذ الأمريكي. بالمناسبة يعني لا نخلط كما بعض المتصهينين العرب اللي يروح يذهب إلى التطبيع مع الصهاينة من أجل مواجهة إيران. هذه ازدواجية مرفوضة، ليس حبا بأمريكا وإنما بغضا بالمشروع الإيراني. غالبية العراقيين يرفضون النفوذ الإيراني في العراق لأنه نفوذ مؤدلج، نفوذ يحرق الأرض ومن عليها. ولكن علينا أن لا نصدق بالأمريكان وما يريدون وما يصرحون به. الأمريكان لا يتحركون إلا وفق مصالحهم، ومصالحهم تقتضي الفوضى الخلاقة والاقتتال الداخلي وتقسيم المنطقة من جديد. اليوم من يحكم العراق هم فئة قليلة يخنع الشعب العراقي لها، إلى أي مدى من الممكن أن يكونوا أشرارا بحسب وصف بومبيو؟ لا، أنه الذي يحكم العراق ليس فئة قليلة ولا يستطيع الشعب إزاحته. علينا أن نكون جادين في هذا الأمر. الذي يحكم العراق قوة صليبة، قوة أمنية وقوة ميليشياتية وأحزاب سياسية ومرجعيات دينية ومؤسسات وقضاء وكل شيء موجود في العراق.
غالبية هذه نعم هي لها علاقات استراتيجية مع إيران وليست قوة ضعيفة، ولا يستطيع الشعب العراقي إزاحة هؤلاء أبدا، ولديهم من الشرعية ولديهم من الحاضنة ولديهم من القبول. دعنا أن نفسر أن نحلل الأمور على واقعها، على ما هو موجود على الأرض، لن نتكلم بالأماني. اليوم الشعب العراقي عاجز أن إزاحة ما موجود من سواء من حكومة وبرلمان ودوائر أخرى، مؤسسات عسكرية وأمنية، ما لا يستطيع، عاجز. وهذه جميع هذه المؤسسات لديها حلف مع إيران، من يستطيع أن يفعل شيئا؟ ومن الذي جاء بهم لولا بومبيو أو حكومات المتتالية الأمريكية؟ فلا يمكن أن يورط الشعب العراقي فيما هم ارتكبوا، إن كانوا يعتقدون بأن ما ارتكبه هو خطأ. اسمح لي أن أشارك هنا في هذا النقاش عبد القادر نايل الناشط السياسي العراقي. حياك الله سيد عبد القادر، أهلا ومرحبا بكم معنا. في البداية، ما الذي دار خلال اجتماع بومبيو في العراق وزيارته المفاجئة؟ أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام وبضيفك الكريم. من المؤكد تماما أنه تأتي اجتماعات وزير الخارجية الأمريكي إلى بغداد، وأيضا من غير إعلان رسمي لهذه الزيارة، ما يؤكد على أنهم غير آبهين للحكومة أو البرلمان الموجود حاليا، مع أنهم قد ارتفعت أصواتهم عالية في زيارة ترامب الذي كانت مثيلة لهذه الزيارة، إلا أن ترامب لم يلتقي بهم. حقيقة وزير الخارجية الأمريكي حمل ملفات مهمة، هذه الملفات تبدأ بعملية عدم إدراج أو مناقشة جدولة الانسحاب الأمريكي من العراق أو إخراج القوات كما تدعو ميليشيات الحشد، وكما حقيقة وجه السفير الإيراني بعقد جلسة برلمانية لأجل التصويت على إخراج القوات الأمريكية من العراق، وبالتالي ستكون ورقة تفاوض ما بين أمريكا وإيران على الطاولة العراقية. طيب سيد عبد القادر، هل سيستطيع بومبيو ومن خلفه ترامب ومن خلفهم الإدارة الأمريكية إزاحة خلينا نقول يلي تدعمهم إيران في العراق من حكومة وميليشيات؟ من المعلوم تماما أن هذه الميليشيات لولا بول بريمر الحاكم المدني الأمريكي وبقرار أمريكي أنهم هم الذين يتولون تشكيل القوات المسلحة والأمنية والاستخبارات في العراق، ومن يسيطر على الأمن والقوى العسكرية ويسيطر على الملف السياسي والاقتصادي لم يكونوا موجودين أصلا، وبالتالي عملية إزاحتهم ووجودهم متعلقة بالقرار الأمريكي الذي هو فتح الباب وغض الطرف وربما ساند وربما اتفق حسب ما كانت مؤتمرات قبل الاحتلال وبعد الاحتلال مع الإيرانيين في دعم هؤلاء، وبالتالي الأمريكان قادرون على إزاحة هؤلاء وقادرون على إضعافهم في الوهلة الأولى بطريقة واضحة تماما، لأنه ما يحدث حقيقة هو تواطؤ أمريكي واضح منذ اللحظة الأولى، وهذه القضية أصبحت يعني واضحة للشعب العراقي ولكل متابع الشأن العراقي أن الأمريكان هم الذين سمحوا بالتمدد الواضح تماما، وإلا كيف يمكن أن يكون هناك حقيقة تكذيب أو عدم تصديق أن الميليشيات الموجودة على الحدود السورية والتي تخرج بباصات كبيرة وواضحة تماما وتقطع مئات الكيلومترات من أجل نقل ميليشيات مدربة إيرانيا وأسلحة إلى داخل سوريا والطيران الأمريكي فوقها والقمر الاصطناعي فوقها وتمر عبر بوابات أمريكية واضحة. طيب، نقطة مهمة عرجت إليها حول سوريا، سأسألك عنها بالتفصيل، ما العلاقة بين سوريا والعراق هنا في ظل الانسحاب الأمريكي؟ ولكن بعد أن أنتقل للأستاذ حسين هنا، أسألكم عن العلاقة بين العراق والكيان الإسرائيلي، تحدث بومبيو عن علاقات ثنائية ستكون. يعني من حيث المبدأ أنه الشعب العراقي عموما وتاريخ العراق لم يفتح لا سفارة ولا تطبيع مع الكيان الصهيوني. جميع الأنظمة المتتالية في العراق اتفقنا عن اختلفنا معها هي رافضة للتطبيع ورافضة العلاقات مع الكيان الصهيوني، إضافة للشعب العراقي وما صرح به قبل أيام أن هناك زيارة لبعض الشخصيات إلى الكيان الصهيوني، هذا أريد لحرق هذه الشخصيات أكثر مما أنها لديها هي جزء من هي صاحبة قرار. يعني هناك ضرب عصفورين هنا في حجر، ربما ممكن يرى المشاهد أنه هو ضرب للمكون السني اللي كان متمثل بصدام حسين في علاقته مع الكيان الإسرائيلي، وكذلك الأمر ضرب لما هو حالي الآن من يتشدقون بمحاربة الكيان الإسرائيلي. هل تريد الولايات المتحدة أن تذل كل من امتلك زمام المبادرة أو زمام
ولو كان ديكتاتورية ولو كان ميليشياويا في العراق؟ نعم لم يكن، لا لن يكون علاقة، لن تكون هناك علاقة بين الكيان الصهيوني وبين العراق. أي نظام كان في العراق من أكثر الأنظمة ميلا إلى الكيان الصهيوني كان في العهد الملكي، وليس الحكومات بل الملك نفسه. مع هذا ما كان يجهر بهذه العلاقة، لا يجرأ أحد سياسي أن يجهر بعلاقته مع الكيان الصهيوني، يحرق مستقبله السياسي. لماذا؟ طبيعة المجتمع العراقي، ثقافة المجتمع العراقي، النخبة السياسية في العراق رافضة لهذا. ما تغيرت؟ قبل قليل تتحدث عن أنه من يريد أن يحارب إيران يذهب إلى الولايات المتحدة، من الممكن أن يكون. لا أنا رفضت هذا الأسلوب. وكذلك الكيان الإسرائيلي. ولكن موجودة الفكرة، إذن كانت غير مطروحة سابقا، ولكن اليوم تطرح. لا في العراق الأمر مختلف على عن بقية الدول الأخرى. الدول الأخرى نظامها وراثي. ومفروض على شعوبها وإلى آخره. نعم نظاما اللي موجود عندنا فيه من الفساد، فيه من المشاكل، فيه من الأخطاء الجمة ونقدناه كثيرا. أما مع الكيان الصهيوني لا يستطيع أن يعلن علاقته مع الكيان الصهيوني بأي حال من الأحوال، واستبعد هذا الأمر على مستوى شخصيات سياسية، على مستوى برلمان، حكومة، وزارات، مؤسسات. لا يكون ممكن يكون هناك أفراد بطريقة خلسة يذهب إلى الكيان الصهيوني، هذه ليست علاقة. العلاقة يجب أن تكون من بوابات الرسمية، من خلال فتح سفارات، من خلال علاقات دبلوماسية. نجد أنه قطار التطبيع يسير ويسير بشكل منتظم. نعم. لكن يبقى العراق، أنا بالنسبة لي مختلف يعني، وأنقد كثير في الحكومة العراقية. مع الكيان الصهيوني لن تكون هناك علاقة. من مصلحة الحكومة أيضا، الحكومة تتحرك وفق مصالحها أيضا، مصلحة الحكومة العراقية لا تكون لها علاقة معلنة مع الكيان الصهيوني. ولو تم تهديدها من قبل الولايات ولو المتحدة. ولو تم تهديدها ولو مهما يكن، لأنه التطبيع مع المجتمع مع الحكومات في العراق هذا أمر مستبعد جدا. هذا رأيي أنا. اللي طيب خلينا نشوف رأي الأستاذ عبد القادر في هاي النقطة. أستاذ عبد القادر، ما رأيكم بما تفضل به الأستاذ حسين فيما يتعلق بالتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، علاقات ثنائية بين العراق والكيان ستكون بحسب بومبيو؟ من المعلوم أن الأثر يدل على المسير بطريقة واضحة، ولذلك المتتبع للأحداث الميدانية والتصريحات الإيرانية التي قالت مرارا على لسان وزير خارجيتها أن إيران حتى الخميني بذاته لم يدعو إلى محو إسرائيل، كلها إشارات إلى التطبيع. وبالتالي معروف أن النظام الموجود في العراق والأحزاب هي موالية لإيران وتذهب وتدور حيث دارت المصلحة الإيرانية. ومعلوم تماما أنه الكل يتابع هذه المطربة أو الممثلة فجر سعيد الكويتية، وكيف تخرج وأنها تسعى إلى زيارة كل السياسيين في المنطقة من أجل التطبيع مع إسرائيل وعلى القنوات الإسرائيلية. وهذه حقيقة زارت كل السياسيين العراقيين، والسياسيين العراقيين يذهبون إلى الكويت لزيارتها، بمعنى أنها حلقة وصل. ومؤخرا هذا اليوم بعض الأطراف السياسية اتهمت هذه المطربة أو الممثلة أنها هي من فضحت الأسماء التي جرت إسرائيل، وبالتالي كوكالة الأناضول المعروفة والمرموقة إعلاميا عندما تورد خبر أن وفودا عراقية زارت إسرائيل هي لا تتكلم من بنات أفكارها. وبالتالي معلوم أن الفتنة الطائفية التي مزقت الأمة العربية وبالذات أخرجت الشعوب من معادلة التأثير في العراق وسوريا، والتي كانت تخشى إسرائيل هذه الشعوب، هي بسبب حقيقة الميليشيات المرتبطة بإيران والمدعومة من الحكومة في بغداد. واليوم استطاع الكيان بمشاركة الولايات المتحدة أن يقزم المنطقة وأن يجعلها مفتتة، ربما بعض الدول تتشابه معه في هذه القزمية، فلذلك ربما تكون العلاقات أو تطويع العلاقات معها سهلا. وبالتالي تأكيدا لكلامك أن المنطقة الآن قولا واحدا هي قد تمزقت اجتماعيا. نعم الشعوب لديها عواطف جياشة يمكن أن تتغلب على هذه القضية ويمكن أن نعوض في المستقبل، لكن يا سيد العزيز هناك ملايين من الناس أخرجوا من ديارهم، وبالتالي معدل التأثير أصبح ضعيفا، وبالتالي نعم هذه الشعوب تفرقها طائفيا. ولا يمكن أن تتناسى طوال الحرب العراقية الإيرانية أن العتاد الذي كان يرمى على العراق هو عتادا إسرائيليا للطائرات الإيرانية التي لم تستطع أن تزود بنفسها عتادا من خلال حقيقة الحرب العراقية الإيرانية. على هذا الأساس كل من يظن أن التواجد الأمريكي الحالي بعد أن فشلت العملية السياسية في العراق التي كانوا يختبئون وراءها
واليوم بفشلهم ظهروا للعلن، وهذه حقيقة إنجاز آخر يضاف للقوى العراقية التي استطاعت أن تطاول نفسا مع الاحتلال ومشروعه. واهم من يظن أن التواجد الأمريكي الحالي هو ليس لتقسيم المنطقة من أجل كبرى، كل الوهم حقيقة يزداد عندما يقول أن مشروع التقسيم قد انتهى. مشروع التقسيم بدأ الآن، ومقاومته من خلال الشعوب بدأت الآن، وكل الأحزاب في المنطقة حقيقة بصمت ووقعت، وحتى ميليشيات الحشد التي تتبجح بتواجدها على الحدود العراقية السورية كلها حقيقة تريد من خلال تهديداتها في التصعيد ضد التواجد الأمريكي هو طيب. لأجل استدعائها على طاولة التفاوض من أجل إعطائها الحصص التي تريدها ولتضمن لها الاستمرارية في الحكم والسلطة والأمن. أبقى معي، سأعود إليك أستاذ عبد القادر. أستاذ حسين، بالانتقال إليكم، يعني هنا سوريا لن تكون مثل لبنان، كذلك الأمر تم التعريج على لبنان وعلى حزب الله الموجود هناك في زيارته إلى العراق، وتم الحديث بشكل واضح وصريح أن بومبيو يدعم الكيان الإسرائيلي من أجل أن لا يكون أو لا تكون سوريا لبنانا آخرا. هنا ربما من المضحك هذا التصريح بشكل أو بآخر، كثيرون يعتبروه بهذه الطريقة، لأنه العلاقة بين حزب الله والكيان الإسرائيلي واضح. سوريا أسوأ من لبنان، يعني على ماذا خايف؟ يعني اللي يقول لا تكون سوريا مثل لبنان، هي الآن سوريا وضعها أسوأ من لبنان، الأمني، الاقتصادي، العسكري، كل شيء فيها بالتركيبة فيما يتعلق بإيران. نعم، يعني تركنا كل شيء ولحقنا إيران. نعم، بس موضوع الكيان الصهيوني، التطبيع من حيث المبدأ خيانة بالنسبة للشعوب، بالنسبة للعراق، في الحكومة العراقية إن لم يكن خيانة فهو خسارة، فالتطبيع مرفوض بالنسبة للعراق. التطبيع خيانة من حيث المبدأ كشعوب، بالنسبة للحكومة إن لم يكن خيانة فهو خسارة، لهذا سبب أنا استبعد التطبيع. طيب، نعم، اليوم فيما يتعلق بسوريا، اليوم نتحدث عن انسحاب أمريكي، إعلان عن الانسحاب، ولكن إلى الآن لا يوجد انسحاب، سينسحبون ولكن لن يعني يتوقفوا عن قتال تنظيم الدولة، ربما سيضربوهم من العراق، الله أعلم من أين تأتي الضربات، ولكن الجماعة صامدين عند مبدأهم، سيحاربون الإرهاب ويتخلصون منه. إلى أي مدى يمكن القول أن محاربة تنظيم الدولة ولا محاربة إيران وإخراج آخر جندي إيراني من سوريا كما قال بومبيو من الممكن أن يكون عن طريق العراق؟ تنظيم الدولة شماعة، وجود الأمريكان، وجود الروس، وجود أي دولة أخرى بسبب وجود تنظيم الدولة هي شماعة تأكد لها هدف آخر غير معلوم. ممكن نقول أنه اليوم تتحول الشماعة، وتنظيم الدولة داعش خدم هذه القوى الاستعمارية خدمة لن يستطيع أحد أن يقدمها كما فعلت إيران. إيران موجودة في سوريا بوجود الروس ووجود الأمريكان وبرضاهم أيضا، والانسحاب الأمريكي لا علاقة له بالانسحاب الإيراني أبدا، لا علاقة له بهذا، وإنما إيران تريد أن تشغل دول الخليج ودول المنطقة في حرب عبثية في داخل سوريا في الشمال السوري، وممكن أن يكون تهديدا للأمن القومي التركي، وهذا ما صرح به الكثير. ولكن أنا كما قلت لك، لا ترامب رجل حرب ولا القوى التي ستجلبها الولايات المتحدة وحلفائها يستطيعون أن يحققوا نصرا أو يحققوا أهداف الولايات المتحدة. أهداف الولايات المتحدة تتكلم عنها بعيدة جدا على ما هو موجودة، يعني مستبعد جدا تحقيقها على الأرض. طيب، لا يمكن الشمال السوري إن لم يكن أهله ناسه الحقيقيين مع حكومة وطنية منتخبة من قبل الشعب السوري تنتهي المشكلة. غير ذلك لا مشروع الولايات المتحدة يستطيع أن ينجح، ولا حتى المشروع الروسي يستطيع أن ينجح. لا يمكن تطويع شعب لأقلية، لا يمكن تطويع شعب لمنظمات إرهابية، لا يمكن أن تهدد دول حليفة جارة حليفة بمنظمات إرهابية، هذا الأمر غير ممكن ولن يكون. أستاذ عبد القادر، أردنا التعريج معك حول هذه النقطة فيما يتعلق بسوريا والعراق، ما العلاقة بينهما في هذه الظروف، في هذه الكوارث التي تحل على البلدين من قبل إيران؟ أولا، هناك علاقات واضحة تماما أن الشعب العراقي والشعب السوري حقيقة شعب كان يمكن أن يكون هو المعول عليه في عملية تغيير المنطقة وثبات المنطقة، وبالتالي حقيقة على مر العصور هذا الشعب، تلك الشعوب، وهو شعب واحد حقيقة، يستطيعون أن يقدمون وقد قدموا كثير في معارك الأمة العربية
بطريقة واضحة تماما، وكانوا حقيقة شعوب حية في التصدي لعمليات التطبيع ضد الكيان الصهيوني، وكانوا أيضا الداعمين الرئيسيين للقضية الفلسطينية بطريقة واضحة. وحتى كل نظام كان يحكم هذه الشعوب بما فيها نظام بشار الأسد لم يستطع حقيقة الخروج على ما تريده الشعوب من دعم القضية الفلسطينية، وإلا لم تكن من بنات أفكارهم. ثانيا أن الشعب السوري والشعب العراقي يعتبر الخزان البشري المهم الذي يمكن أن واستطاعوا ضربه خلال الفترة الماضية. هذا الخزان البشري هنا أرادت الولايات المتحدة أن تنسحب من سوريا، ما الذي سيجري؟ هل سيستطيعون ضرب إيران من العراق؟ وأختم معكم بذلك في عجالة. في عجالة، إلى الآن الولايات المتحدة ليست هي التي تريد ضرب إيران، إنما تريد عملية أن تطبع العلاقات وأن تنشئ الدولة الإسرائيلية مقابل ضمانات عربية من خلالها تحد من النفوذ الإيراني، وليس ضرب النفوذ الإيراني إلى هذه اللحظة. لكن ربما الأحداث القادمة التي ستتزارع ربما تتضارب، لأن إيران تريد إدخال عبر البحر الأبيض المتوسط، وهذه العلاقة الوثيقة ما بين سوريا والعراق وانتشار الولايات المتحدة بجيشها في قواعد في الأنبار، لأن الأنبار هي تمثل رأس عقدة المواصلات بين البحر الأبيض المتوسط وبين إيران. لا يريدون لأن تكون الصين تأتي إلى المنطقة وبالتالي تهز وتنافس الاقتصاد الولايات المتحدة الذي سيشهد ركودا في السنة القادمة من في المنطقة، وهذا ما يفسر عملية التصاعد على الإيرانيين من خلال أنهم سمحوا للصينيين بالدخول والروسيين للمنطقة. شكرا جزيلا لك سيد عبد القادر نيل ناشط سياسي العراقي. أستاذ حسين، في كلمة أخيرة، هل زيارة بومبيو هي لتهدئة وامتصاص الغضب الذي حصل عند زيارة ترامب للعراق؟ لا ابدا، زياره بومبيو الى العراق هي ليس للتهدئه وانما لتهيئه لمرحله جديده من الفوضى الذي يتعيشها المنطقه وخاصه في العراق وسوريا. شكرا جزيلا لكم الاستاذ حسين سبعاوي المحلل السياسي العراقي على وجودك معنا في هذه الفقره الحواريه. اشكرك جزيلا الشكر. مشاهدينا الكرام، الشكر الاكبر لكم على طيبي وحسن المتابعه. في امان الله.